يا صباح الفل يا أصدقائي، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أطعمة ممنوع مريض القولون العصبي إنه يتناولها نهائيا، وقلنا إن القهوة والمكرونة والقمح والفلفل الحار والأطعمة المقلية والبقوليات والمشروبات الغازية والبروكلي والعدس والفاصوليا والكرنب اللي هو المحشي ممنوع مريض القولون العصبي انه يتناولها. هنتكلم في الحلقة دي ان شاء الله زي ما وعدتكم عن بعض من المشروبات اللي بتهدئ من آلام القولون العصبي وبتخفف من الاعراض اللي مريض القولون بيشعر بيها. اهم مشروب لازم مريض القولون انه يتناوله وهو الماء، لان الماء اصلا بيساعد على رطوبة الجسم. مهم جدا، لازم المية تكون معاك في كل وقت وفي كل مكان. واحد يقول لي لما انا اتناول ماء ايه اللي بيحصل للقولون ساعتها، يعني اول ما بشرب ماء ايه اللي ممكن يحصل للقولون؟ هيحصل حاجات كتير، لان الماء بيساعد على صحة القولون رقم واحد، رقم اتنين بيخفف من الام القولون، رقم تلاتة الماء بيعزز عملية الهضم، يعني مفيد جدا وبيساعد على الهضم السريع. تاني مشروب وهو العرقسوس. العرقسوس بيعمل كملين للامعاء وبينظم حركة الامعاء وبيحمي الانسجة الداخلية من التهيج. خل التفاح بجانب انه بيحافظ على توازن درجة الحموضة بالجسم، فهو ايضا بيحسن عملية الهضم وبيعالج آلام القولون المزعجة اللي بيشعر بيها مريض القولون العصبي. رابع حاجة وهي الكركم. الكركم يا جماعة مفيد جدا لمرضى القولون العصبي. طب ليه؟ واحد يسأل ويقول ليه؟ لأنه بيقضي على آلام البطن بشكل عام وبيحسن عملية الهضم وبيعالج اضطراب الجهاز الهضمي. خامس واخر حاجة هنتكلم فيها وهي النعناع. طب ليه النعناع مفيد لمريض القولون العصبي؟ لانه بيقضي على اضطراب الجهاز الهضمي نهائيا وبيخفف الام البطن وبيعمل على تهدئة الاعراض والالام المزعجة اللي بيشعر بيها مريض القولون العصبي، لان النعناع اصلا هو مهدئ عام للجسم. حتى لما حد بيجي يتناول النعناع، مريض قولون بقى او غير مريض القولون، بيشعر باسترخاء وبيشعر بخمول وراحة وبيشعر ان هو عايز ينام. هو النعناع نفس النظام بيخفف اعراض القولون العصبي. ياريت مرضى القولون العصبي يجربوا الوصفات المشروبات الطبيعية اللي انا قلت عليها، وياريت لو فعلا خفف معاك الاعراض تكتب لنا في الكومنتات. واللهم يا ميسر العسير يسر على المريض كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. واهم حاجة يا جماعة لا تنسوا الاستغفار قبل النوم، و ايه الى اللقاء.